أقامت وزارة البيئة احتفالية كبرى بعنوان دحر تلوث الهواء بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، في حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الوزراء السابقين والمحافظين والشخصيات العامة. وقالت الوزيرة إن الحفاظ على البيئة ليس مسؤولية وزارة البيئة فقط، بل مسؤولية كل الجهات والوزارات لكي نستكمل رحلة الحياة والحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة. البيئة الحقيقة هي كل حاجة في حياتنا، هي المية وهي الهواء وهي التربة. العالم بيعاني من مشكلات التلوث بصورة ملحوظة، وبقى طبيعي إن كل دولة تبتدي تاخد إجراءات للتصدي وللحد من هذا التلوث. وجي يوم البيئة العالمي عشان تيجي كل دولة تحتفل بالطريقة اللي هي شايفاها تحت الشعار اللي بيختاره الأمم المتحدة. شعار السنة دي هو الحد من تلوث الهواء. الاحتفالية النهاردة يمكن تكون مختلفة. احنا مش هنعرض أمام حضراتكم الإجراءات والتقدم اللي احنا وزارة البيئة عملته مع كل الجهات وكل الشركاء. احنا حبينا نحتفل بطريقة مختلفة، حبينا ان احنا نجيب الشباب اللي احنا اشتغلنا معاهم لمدة سنة عشان هم اللي يعرضوا هم عملوا ايه في خلال السنة دي. الحقيقة اول لما شرفتوا بتكليفي بوزارة البيئة كنت وعدت ان احنا هنشتغل على الشباب، ان احنا بعد سنة او سنتين هنيجي نوري ازاي الشباب ده عرف ان هو يحدث تغيير، ما بقاش واعي فقط بل نزل وشارك وحقق. قمة التغير المناخي التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر هذه السنة، وبالتالي بفتكر أنه ما في كتير الواحد يحكي لحتى يثبت أنه تلوث الهواء وانعدام البيئة هو أصبح مش وهم بس حقيقة، لأنه إذا نحن ما نكون عايشين بهذه الأرض بعد 2050، لأنه هلأ عم يطلع articles بالسوشيال ميديا بتقول أنه الأرض ما رح يكون فيها إنسانية من بعد 2050، ما بعرف إذا شفتوا هذه القراءات يلي عم تنعمل. بالتالي حسب ما قال أحد المدراء تبعولي بالUNDP، إذا كملنا بإدارة البيئة مثل ما نحن عم نعمل بالوقت الحاضر بدنا 7 كواكب لنقدر نكمل نعيش على هذا الكوكب. وخلال الاحتفالية كرمت وزيرة البيئة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على مجهوداتها في دعم القضايا البيئية، كما تم عرض فيلم عن إنجازات وزارة البيئة وعروض مدرسية قدمها أطفال تشجع على الحفاظ على المياه والمساحات الخضراء ومحاربة تلوث الهواء. العالم كله قرر بدأ من يوم 5 يونيو سنة 1974 الاحتفال بالبيئة العالمي. كل عام بيبقى فيه تيمة معينة للاحتفالية، سواء كانت السنة دي هي على تلوث الهواء، ممكن السنة اللي فاتت كانت عن التغيرات المناخية، العام الأسبق كان عن تلوث المياه وهكذا. في كل عام بتحط قضية معينة ويتم طرحها على المجتمع الدولي على المجتمع المحلي بحيث نعرض في إطارها الأساليب ولا الطرق ولا والجهود اللي بتتم في تلك القضية. السنة دي يمكن حاطين القضية الأساسية بالنسبة لنا هي تلوث الهواء بصفة عامة، واللي بيعاني منها العالم كله مش مثل مصر أو القاهرة بصفة خاصة. العالم كله طبقا لمنظمة الصحة العالمية بتتكلم إن هو أحد مسببات الوفاة في العالم كله يعتبر هو من ضمنها تلوث الهواء. بتتكلم منظمة الصحية على أرقام تقتبله عن حوالي 7 مليون وفاة بتتم في العالم كله نتيجة تلوث الهواء، نتيجة أمراض قد تتسبب فيها تلوث الهواء زي الأمراض الصدرية والقلب وغيره. ويركز الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام على موضوع مواجهة تلوث الهواء وكيفية حث جميع دول العالم لاتخاذ إجراءات تحد من مصادر التلوث، سواء من خلال استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة كالدراجات والنقل الكهربائي، أو تدوير المخلفات للحد من انبعاثاتها، أو تبني تكنولوجيات صديقة للبيئة في مجال الصناعة. تلوث الهواء واحد من أكبر التحديات اللي بتواجه العالم في الوقت الحالي، تحديداً المناطق اللي ما فيهاش رقعة زراعية كفاية.
للأسف مصر وتحديدا القاهرة مدينة بتحتل المركز الثاني في تلوث الهواء على مستوى العالم كله. المؤتمر اللي احنا فيه هو جزء من حملة كبيرة بتعملها وزارة البيئة للتوعية بمخاطر تلوث الهواء، والتقرير بتاعنا هو محاولة لشد انتباه الناس لقضايا الهواء وأهمية اننا نشم هواء نظيف. فريد ادوار، سي تي في. في النور الحقيقة تبان.